نوم بن جابر بمهيره هي حدث الشوط الاول الرئيسي للقعدان وبصوت زميلي وليد العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المتابعون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم بالخير والمسرات في يوم الختام، في يوم الختام في هذا المهرجان، مهرجان الصيفي للمفاريد. انطلق قبل لحظات البندقية شوط السيارة والرمز للقعدان المفتوحة. مقدمة الشوط المركز الأول نتابع غيث، يا غيث محمد بن فرج بن هادي الغفران، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع المهندس حسن بن محمد الجحافي الحاضرين أبناء السلطنة، بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الحاضر طاري حمد بن صغير العواسي يقدم لنا طاري المركز الرابع، نتابع مسموح علي بن محمد بن نورة يقدم لنا مسموح في موقع لا سماح فيه العبور الحاضر، ايضا اللي على المركز الخامس الحاضر مذهل احد الاسماء المرشحة حسام بن حمد الشراب، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول غيث 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 غيث، يا الهي يا الهي، مذهل 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 الشراب حاضر مع مذهل احزام بن حمد بن محمد الشراب المرشح الاقوى على المركز الاول. انطلق السيارة في هذه اللحظات، ايضا الحاضر مشتاق علي بن راشد المعاضيد يقدم لنا مشتاق، يا هي معركة اللحظات الاخيرة. الله مذهل على المركز الاول الشراب ومشتاق البندقية، لمن لا 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 لا، الله يا هي معركة الأمتار الأخيرة، مذهل مشتاق روح الشراب مع مذهل بالأمتار الأخيرة بالبندقية وبالسيارة الرمز مع مذهل الشراب هو المرشح الأقوى، ما شاء الله عليه. والله يا هو شوط، والله يا هو شوط مرعب حتى الأمتار الأخيرة أذهلنا مذهل والشراب. عنوان الشوط الأول الرئيسي المفتوح، تهانينا والناموس السيارة والبندقية مع مذهل أحزام بن حمد الشراب، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشتاق علي بن راشد المعاضيد، المركز الثالث مستحيل لمحمود بن حمد المالكي، المركز الرابع طاري لحمد بن صغير العويسي، المركز الخامس اللي هو غيث محمد بن فرج الغفران. نعود للملخص، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوط من العيار الثقيل انقضى بناموس مشرف مع مذهل وشعار احزام بن حمد الشراب، توقيت الزمن 2:52 65 جزءا من الثانية، تنين والناموس. المركز الثاني مشتاق الدادا يشكر عليه علي بن راشد المعاضيد، 2:52 75 جزءا من الثانية. المركز الثالث مستحيل لمحمود المالكي، 2:53 13 جزءا من الثانية، هكذا انقضى هذا الشوط، تنين والناموس لمالك مذهل بطل هذا الشوط، وشعار الشراب يثبت الوجود مع السيارة والبندقية. تهانينا ألف مبروك.